باستخدام شبكة التواصل الاجتماعي وانا قاعدة مكاني، باستخدام فيديو اقوم الدنيا. اقوم الدنيا كلها، اعمل لك فتنة، اعمل لك حرب، اعمل لك اللي انت عايزاه. بس ده مش لمجرد انه على قديمه ناس تدخل بقى وما نعرفش دول مين والحسابات دي بتاعت لا. مين، تقعد تكتب كلمتين. لا، المسألة بقت أعمق أكتر كتير جدا، في أكتر برامج كتير. كاملة بتعمل الشغل ده. هل في دراسات عالمية دكتورة نيفين بتاخد هذا الكلام وتعمل عليه دراسات وتقول لك هي شايفة إيه بقى؟ يعني هي سلمت إن ده طبيعي. أوكي. كويس؟ وتيجي تقول لك إنه وتبني عليه، تبني عليه، تعمل عليه دراسات وتبني عليه قرارات بالتوجيه. ممكن قوي، عشان احنا بنتكلم كمان دلوقتي زمن data driven decision making، يعني حتى اللي بياخد قرار مبني على data. حضرتك بقى دورك بيبقى ايه؟ انا وانت بنفضل طول النهار نكتف في حاجات، احنا اللي بندي المعطيات للجهات دي، والديتا سنتر شغال على الكلام ده، هو بيعمل دراسه يقول لك في توجه ان الناس ضد قرار معين، في توجه ان الناس مبسوطه من ممكن قرار يعمل معين. لك يقول لك عملنا دراسه على شرائح مختلفه من الناس. هو مش غلط، ما هي دي ايوه ناس بالنسبه ايوه لي. ما دي ناس، ودي دراسه كمان ودي بتتعمل. دراسه. ايه بقى لطيفه جدا، يعني موضوع زي ما بقولهم على ميه بيضه كده، حلو قوي. هو مش محتاج يتواصل مع حد مهم زي حضرتك، وممكن ما يبقاش عنده وقت يرد عليه، لا هو داخل على الصفحه بتاعتك خلاص، وبيشوف ما انت انا اللي بتعملي ايه. كاتبه، ما حضرتك اللي ما كاتبه، انا اللي كاتبه انا وكاتبه مش رايي. محتاجه ازاي اوصل لحد، لا لا، هو الحد موجود ايوه. كاتب الحاجه بابليك. هي دي الحته اللي دايما بنقولها للناس، خدوا بالكم انتوا بتكتبوا ايه. هل بتلاقي من الناس الرد المصري اللي احيانا بيتقال؟ يعني كلمتي انا يا دكتوره نيفين هي دي اللي هتقلب الدنيا؟ يعني بلاقي من الناس اللي هي ما خلينا عندهاش نقول وعي، على كل ده. لا بلاقي من اللي ما عندوش وعي، لكن انا الحقيقه بتشرف من انه بعض الجهات اللي انا بدرب وبدي محاضرات فيها، شرطه والقوات المسلحه، يعني اكاديميه ناصر العسكريه واكاديميه لا، الشرطه. بتكلم عن الناس لا العاديه. الناس دي بتبقى فاهمه لو كويس احنا قوي. دلوقتي قاعدين بنكلم الناس دي وبنقول لها، واحد يرد يقول لك يعني انا السطرين اللي انا هكتبهم هقلب الدنيا. على حسب الوعي اللي عنده، في ناس عندها وعي وحابه البلد وشايفه انه لو ده هيضر انا مش هكتبه. ما هو لو انا هكتب حاجه مش هتفيد بس هتضر، ما ملهاش لازمه يعني. اوكي. وفي ناس شايفه انه لا، طب ما نكتب. طب خد بالك وانت بتكتب، ممكن تنتقد حاجه بس خد بالك الصيغه نفسها وانت بتكتبها، وخد بالك برضو كلمه المعطيات، عشان احنا دراستنا كلها كانت نظم دعم القرار. ففي نظم دعم القرار في حاجه اسمها الخبرات اللي عند حضرتك عشان تعرف تاخدي قرار، والمعطيات اللي عندك. طب لو انا ما عنديش خبره لان انا من خارج مجال معين وما عنديش معطيات كامله، على اي اساس اقدر اخد قرار واقول مثلا حضرتك ليه في برنامجك استضفتي حد او لا، اهتمتي بموضوع او لا، واقعد انتقدك. طب ما انا ما عنديش المعطيات، ما جايز ده متماشي مع خطه للقناه. طيب ما تفكريش انه ممكن يبقى حد بيتفرج علينا دلوقتي ويقول إيه الناس دي بتتكلم الكلام ده علشان ما ننتقدش؟ هل ده معناه عدم النقد؟ علشان كده انا قلت انه ممكن تنتقد، بس قبل ما تنتقد خد بالك انه ممكن يكون ما عندكش المعطيات، وخد بالك من الاسلوب. كانوا بيعلمونا في الفيدباك في حاجه اسمها بوزيتيف وكونستراكتيف، في طبعا حاجه اسمها ايجابي وبناء. يعني انا ممكن اكتب حاجه علشان الدنيا تبقى احسن، ممكن حضرتك مثلا بعد البرنامج اقترح. تقولي لي بالظبط يا دكتوره نيفين خدي بالك الجزء ده ممكن كان اقول ممكن ان احنا تشرحيه عندنا احسن مشاكل كذا وكذا وكذا بالظبط، و و و و ولا ونفسنا ان احنا نحل بكذا وكذا. وعندي اقتراح بانه يا ريت نعمل كذا كل ده بالنسبه او لنا كنت امان. احب ان القرار يتاخر شويه، او كنت احب ان القرار ده، يعني احنا النهارده كنا في المركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، انا مديره في معهد التخطيط القومي، فكنا بنتناقش في قرارات معينه، وكنا بنقول احنا مش ضد القرار ده، لكن احنا شايفين ان المنظومه دي او نظام خاص بحاجه معينه عندنا محتاج نظره تانية، اعاده نظر. كان هولد شويه مثلا، ده نقد بناء. حضرتك ما كسرتيش قرارات طلعت، لكن قلتي انه علشان القرار ده يبقى مناسب، في حاجه اسمها مناسب مش صح وغلط، ايوه عشان يبقى مفهوم. مناسب يبقى انا كان مفروض ان انا معاه اعمل بعض التغييرات التانية، يبقى انا كده هطلع منظومه افضل في مجال معين. ده اللي انا بشوفه نقد بناء. انا مش مع ان الناس تسكت، انا ما بسكتش، بس لما بقول نقد بقول نقد يفيد، ايوه، مش نقد يهد. يعني احنا مش عايزين نهد، اكيد لا، الهد سهل قوي، واللي هدوا عملوا ايه وعايشين ازاي وراحوا فين بالظبط، احنا عايزين نبني.
ودايما في الاحسن، في حاجه اسمها تطوير مستمر. ايوه يعني حضرتك بقالك سنين عندك خبرات رائعه جدا، بس دايما في حته ممكن تحسنيها في الاداء بتاعك. ده عادي، ده طول الوقت، ده كل ده الناس طول الوقت. وبالمناسبه يعني دي الناس الناجحه، الناس الناجحه هي اللي بتشوف ان دايما في حاجه اسمها مكان ان انا احسن. يعني انا حتى بعد ما اخذت الاستاذيه ما انا لسه قاعده بعمل ابحاث طبعا وبشتغل وبتعلم، عايزه ابقى بيجري. احسن. عايزه ابقى احسن، اللي عايز يبقى ما احسن. ينفعش ان انا اقف عند حته معينه واقول لك ما انا خلاص هتديني ايه غير الاستاذيه؟ لا، مش هتديني حاجه، بس انا هطور نفسي. فاحنا ممكن نبص لكده، لو في حاجه مش عجبانه على مستوى العمل، على مستوى اي حاجه، ممكن تدي نقد بناء، نقد يساهم ان الدنيا تبقى افضل.